طيب كيف قرأت بيان السيد السيستاني؟ ربما كان بيان نوعا ما وصفه بالقوي والمفاجئ فيما يخص القضية الفلسطينية. كانت في نقطتين مهمة. أولا، الحل الأمثل لقضية فلسطين هو بإزالة الاحتلال. البعض فسر هذا الأمر هو إعطاء شرعية للقتال في غزة. يعني إذا تراجع تاريخيا مواقف المرجعية الشيعية بالتحديد، نعم، بعيدا عن المرجعيات الأخرى، كان مواقفها واضحة وامتداد لبيان السيد السيستاني. يعني موقف السيد الحكيم رضوان الله عليه آنذاك، نعم، موقف السيد الخوئي، هذه القضية هي يعني تقريبا في قلب التشيع، وأيضا دعا إلى الوقوف بوجه هذا التوحش. فالبيان كان أولا التوقيت جدا مهم، نعم، المضامين مثل ما تفضلت كانت جدا عالية، بل بمثابة فتوى. طبعا إحنا الفتوى هي موجودة بالأصل، نعم، سابقا أكو كل علماءنا ومراجعنا العظام رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، كان أكو فتوى وشرعية ومشروعية بقتال المعتدي والاحتلال. اليوم أعطى السيد السيستاني حفظه الله المرجع الأعلى دفعة قوية لا فقط للساحة الفلسطينية والمقاومة، بل لكل المقاومين في الساحة السورية والساحة اللبنانية والساحة العراقية. يعني في إشارة واضحة من السيد السيستاني حفظه الله أكد على الألم والامتعاض مما يجري من جور وقتل وتنكيل بالشعب الفلسطيني. أيضا أكد على قضية أخرى، أنه أي حل آخر لهذه القضية مبدأ حل الدولتين، ويعني إحنا لو نلاحظ من كام ديفيد إلى أوسلو، نعم، كل هاي المفاوضات هي كانت قضية لبيع القضية الفلسطينية، يعني لا لحل القضية الفلسطينية. لذلك أعتقد هذا التأييد الذي جاء كسيف قاطع على رقاب المشروع الأمريكي وعلى رقاب الكيان الصهيوني كان واضح، بأن حتى وصف الاحتلال المتوحش. وهذه الصياغات في عبارات البيانات التي تخرج من المرجعية رشيدة مدروسة ودقيقة ولها ارتباط بالبعد الفقهي، بمعنى أنه من تنظر إلى البيان هي فتوى واضحة بشرعية ومشروعية قتال ومساعدة القوى المقاومة الفلسطينية.